النظام اللي موجود في الغرفة يحتاج أنه يجدد نوعا ما، ويحتاج أن تكون عنده هيكلة لتتماشى وتتوافق مع المرحلة القادمة بالنسبة للقطاع الخاص. وأعتقد أن الغرفة حاليا يقوم احنا ما نسميه بالأكشن، يعني قاعد يقوم بتغييرات، لكن هذه التغييرات اللي موجودة هي عبارة عن تغييرات جدا محدودة، ما راح تساهم مساهمة كبيرة في مسألة أن احنا ناخذ القطاع الخاص للمرحلة القادمة. فأعتقد واحدة من الحاجات الرئيسية اللي لابد أن تعمل اليوم في غرفة تجارة وصناعة عمان أن تكون أنظمتها متوافقة ومنسجمة مع استراتيجية القطاع الخاص للمراحل القادمة. اليوم في عندنا لجان كثيرة في غرفة تجارة صناعة عمان، سواء كانت في محافظة مسقط أو حتى في المحافظات الأخرى، وهذه اللجان لها دور كبير. يعني اللجان تكون لديها مجموعة كبيرة من المبادرات، وهذه المبادرات في كثير من الأحيان تأخذ بالحسبان وفي كثير من الأحيان ما تأخذ بالحسبان، فبالتالي عملية كيفية الأخذ بهذه المبادرات بطريقة فاعلة وبطريقة أنها تساهم في عملية الاقتصاد الوطني يحتاج لها أدوات كثيرة، يحتاج لها تخطيط استراتيجي جدا كبير. وأيضا مسألة إحنا كيف نفعل هذه اللجان اللي يكون على أساس أن يكون لها دور في الحوار مع الجهات الحكومية المعنية والأطراف الثلاثة.